شفت البنت اللي جابت 98% وبعد شوية بقت 67%؟ ما شفتش؟ تعالى. اسلام احمد طالبة في ثالثة ثانوي في مدرسة الشهيد اسامة سعيد في المنوفية. اول ما عرفت ان نتيجة الثانوية العامة طلعت جريت على طول وجابتها من موقع زيها زي اي حد. اسلام لقت ان هي جايبة 98% مجموع درجات 404 بتفصيل الدرجات كل مادة كمان. وعلى طول راحت تبلغ اهلها واصحابها وقرايبها اللي قعدوا يباركولها ويهنوها، وخصوصا المجموع ده يخليها واحدة من اوائل الثانوية العامة. واسلام قعدت مستنية ان حد من وزارة التربية والتعليم يكلمها عشان يبارك لها ويكرمها زيها زي المتفوقين في الثانوية العامة. لكن للاسف محدش اتصل. ولما لقت في الاخبار ان هم اتصلوا بالناس كلها وبيباركوا لهم اللي هي، فدخلت على الموقع تاني عشان تشوف فيه ايه. لقت المجموع بتاعها اتحول، بدل ما بقى 98 بقى 67. فقالت اكيد في غلطه لان المجموع ده غريب عليها، لانها طول السنين اللي فاتت دي من المتفوقين. لما راحت اشتكت في الاداره التعليميه اللي هي تابع ليها قالوا لها احنا ما بنعترفش باي موقع تاني غير موقع وزاره التربيه والتعليم، واول ما نفتح باب التظلمات روح اتظلمي. هي بجد صدمه صعبه قوي انك تجيب النتيجه بتاعتك وتطلع من اوائل الجمهوريه وفي الاخر يقول لك معلش النتيجة بتاعتك غلط. ليه؟ غلطة موقع.